السلام عليكم. ميناء بئر علي في شبوة، هذا الاسم الذي ارتبط عبر التاريخ بالعديد من الممالك والحضارات اليمنية، مثله مثل ميناء المخا، تحول بفعل فاعل إلى منفذ للتهريب ضمن سياسة قديمة جديدة، هدر المجالات الحيوية للدولة اليمنية وتعطيل فعاليتها. ميناء بئر علي لم يقتصر الأمر على تحويله لمحطة تهريب المشتقات النفطية فقط، بل وصل إلى ما هو أخطر من التهريب عندما أصبح جزء من الميناء عرضة للبيع بثمن بخس لأحد النافذين المتهمين بتهريب المشتقات النفطية للحوثيين. الميناء الواقع على ساحل العرب أصبح جزء منه ضمن ممتلكات التاجر عيسى باخرخور، بينما تعيش شبوة ما يشبه النهب المنظم وفرض الأتاوات بعد قيام المحافظ بفرض 7 ريال على كل لتر من المشتقات النفطية تدخل عتق وتذهب كالمعتاد لخزينته الشخصية، كان يصرف منها على النقاط قبل أن يتم الاستحواذ الكامل عليها، رغم المطالبة المستمرة من المجلس المحلي بإيقاف فرض هذه المبالغ التي تشكل إضافة للمبالغ المفروضة من الوقود وقدرها 15 ريال على كل لتر تأخذها شركة النفط في حضرموت مقابل إيجار خزاناتها المستحقة شبوة من المحروقات. وبحسب متابعين فإن هذه المبالغ من عهد لملس وبن بريك منذ أن كان محافظا على أساس دعم الكهرباء شبوة، لكنها ذهبت أدراج الفساد ولم تذهب إلى الكهرباء. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني في هذه الليلة ضمن جهوده في الرقابة الشعبية ومكافحة الفساد يناقش قضية بيع محافظ شبوة لأجزاء من ميناء بئر علي وتحويله إلى منفذ للتهريب. نذهب لمتابعة هذا التقرير. وثائق جديدة حصلت عليها قناة بلقيس تكشف عن تأجير رصيف المجدحة لمدة 7 سنوات في ميناء بئر علي لشركة مقاولات باخرخور لاستخدامه كمرسى ومنفذ بحري لتفريغ المشتقات النفطية. الوثيقة تدين الوكيل السابق لمحافظة شبوة علي بن راشد الحارثي الذي يتقلد منصب المحافظ في الوقت الحالي، غير أن هذا وحده لا يكفي، فاللافت في الأمر هو الاتهامات السابقة عن تحول الميناء إلى محطة لتهريب المشتقات النفطية للانقلابيين، حيث نشر موقع العربي الجديد تصريحا في وقت سابق لمسؤول تنفيذي بمحافظة شبوة عن تواطؤ ضباط ومسؤولين في المحافظة المحررة مع مهربين على تجهيز ميناء بئر علي ليكون صالحا لاستقبال السفن المحملة بالنفط. الميناء يستقبل الوقود بصورة يومية ليتم تفريغه لقاطرات تمر عبر مناطق سيطرة الجيش والمقاومة إلى مناطق سيطرة الحوثيين وتصل إلى صنعاء. بحسب المصدر ذاته الذي اعترف أن السلطة المحلية عاجزة عن القيام بدورها في إيقاف هذه العملية وأنها تفتقر إلى الإمكانات اللازمة لبسط سلطة الدولة وإيقاف التهريب، يقول ناشطون إن عشرات القواطر وسيارات النقل تشاهد يوميا وهي تنقل الأسلحة والمواد النفطية لاستخدامها في المجهود العسكري للحوثيين. الميناء أصبح ملجأ لمهربي المحروقات والممنوعات، وتنشط فيه حركة البواخر بشكل ملفت تضاهي فيها حركة الموانئ الرئيسية في البلد بحسب ما يراه كثيرون، وهو خبر تؤكده بصورة أو بأخرى جهات رسمية في الدولة والتحالف عن استمرار تدفق الأسلحة والوقود لميليشيا الحوثي عبر موانئ في محافظة شبوة. الاتهام الذي طال المحافظ المعين حديثا في اتفاقه مع شركة باخرخور ممثلة بمديرها عيسى محمد باخرخور كونه منحها صفة قانونية في السيطرة على موقع المجدحة واستخدامه كمرسى ومنفذ بحري لتفريغ المشتقات النفطية، وذلك بعيدا عن الإجراءات المفترضة التي يجب أن تتم عن طريق الوزارات الحكومية المسؤولة وبمناقصات رسمية. فهل ستتحرك الجهات المسؤولة في قيادة الدولة والتحالف لإغلاق ملف التهريب خصوصا مع تحرير المحافظة، أم أن هذا الملف له ما بعده؟ إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ تركي باشيبة عضو المجلس المحلي بشبوة من الرياض، وسينضم معه آخر عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ تركي. مساء النور والسرور، حياكم الله.
أهلا بك أستاذ تركي، أنا لا أسمع الصوت هنا في الاستوديو إن تكرمتم. لو بدأنا معك أستاذ تركي، يعني بالحديث عن بيع أجزاء من ميناء بئر علي ل يعني أحد التجار من محافظ شبوة، لو بدأنا بالحديث عن تفاصيل ما حدث. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. موضوع الحلقة موضوع جيد، وشبوة دائما تعاني من الفساد الإداري والمالي والنهب والسلب في ظل هذه الأوضاع. قبل فترة نشر الأخ أمين عام المجلس المحلي رسالة أو وجهها إلى الأخ محافظ محافظة شبوة، طالب فيها بإلغاء السبعة الريال المفروضة. نعم. وهذه رسالة وجهت إلى الأخ المحافظ وإلى السلطة المحلية في المحافظة من أمين عام المجلس المحلي ورؤساء رئيس لجنة الخدمات ووكلاء المحافظة، لكن لا حياة لمن تنادي. نعم، قبل أن ندخل في موضوع السبع ريال المفروضة أستاذ تركي، دعنا نتحدث بداية عن مسألة تأجير الميناء عقد إدارة بيدي الآن عقد إدارة تشغيل مرسى بحري لشركة باخر خور لمدة 7 سنوات، ما الذي يعني هذا الأمر؟ هذا يعني أنها تصرفات شخصية وفردية من الأخ المحافظ. إذا كانت هذه الوثيقة قد صدرت من الأخ المحافظ فهذا فردي وشخصي، ولذلك على الأخ المحافظ أن يعلنها للملأ. هل هو شريك في هذه العملية في البيع والشراء، أم أن له تدخلات أخرى، أم أنه باعه يعني لشركة باخر خور؟ نحن نعلم أن بهذه الوثيقة أنها قد سربت وقد بيع الميناء لهذه الشركة، لكن يعني سلطتنا في الشرعية تغاضت عن هذا كثيرا، والسلطة المحلية في المحافظة ليس لها هناك قواعد ولا عمل يومي حتى أن يتم جزء المحافظ في هذا النهاية. أما من ناحية فهي أصبحت الأصبح الموقع اليوم هو مرفق شخصي للنقل الشخصي لهذه الشركة، وكأنها ليست تبع دولة وتبع سيادة وشرعية مطلع على هذا الأمر، لا نعلم بذلك. نعم. يعني أستاذ تركي، العقد يعني بدأ سريانه من تاريخ من نهاية شهر 4، يستمر حتى عام 2023، يعني 7 سنوات. هل يمكن أن الدولة لا تعلم بشيء عن هذا الأمر؟ وإن علمت فما أسباب التغاضي عن يعني تأجير ميناء حيوي، مجال حيوي لشركة لتفريغ المشتقات النفطية دون يعني وضوح ذلك، رغم يعني أن هناك بعض البنود التي تشير إلى التنسيق مع التحالف وأيضا الجهات المسؤولة، ما الذي يعني ذلك؟ نحن نقول لعل التحالف لا يعلم بهذا الأمر، خاصة المملكة العربية السعودية، لكن نقول إن بعض الأطراف الأخرى كالنخبة الشبوانية ودولة الإمارات العربية المتحدة لها علاقة بهذا الجانب في البيع والشراء في تهريب المستقات النفطية. فكل يوم تمر القواطر هذا، وكل يوم تسرح القواطر إلى هذه الشركة الخاصة. لذلك ورسالتنا نوجهها إلى الحكومة في الرياض، الحكومة الشرعية، الانتباه إلى مثل هذه الأمور، وكاهل المواطن، والمواطن قد تعب خاصة من أبناء شبوة. المواطنين في شبوة يعانون كثير جدا، وهناك لم يجدوا لقمة عيشهم اليومية أو عملهم بالأجر اليومي، وهذه الأشياء قد تباع ويستنزف الثروة العامة في محافظة شبوة من نافذين في السلطة، والله مصيبة جدا. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ تركي أن ينضم معنا أيضا الأستاذ عبد ربه هشلة، أمين عام المجلس المحلي من شبوة. مساء الخير أستاذ عبد ربه. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ عبد ربه. نناقش اليوم يعني موضوع تأجير ميناء بئر علي لمجموعة من الأشخاص أو شركة يعني تتهم بالتهريب فيما سبق لميليشيا الحوثي. أنتم في المجلس المحلي أين موقفكم من هذا الهدر الواضح لميناء بئر علي؟ أولا أنا أحب أشكركم على الموضوع الهام بالنسبة لميناء شبوة.
وهي المحافظة الوحيدة التي لا يوجد لها ميناء من المحافظات الواقعة على الساحل. وبالنسبة للاتفاقية التي تتحدث عنها، هذه كانت في عام 2006، وكان يأتي استيراد النفط من هذا المكان وتم توقيفه من قبل التحالف. اسمح لي، يعني عام 2006 كيف أستاذ عبد الرب؟ الميناء حاليا لا يعمل الميناء حاليا. نعم اسمح لي، يعني كيف تحدثني، يعني إذا سمحتم يا شباب، العقد يعني واضح الآن بتاريخ 27/4/2014 ينتهي ب 26/4/2023، كيف تحدثني عن عام 2006؟ يعني فجأة تذكرنا الموضوع قبل أكثر من 10 سنوات. العقد بين يدينا أستاذ، وهو يعني الآن ظاهر على الهواء. هذا عقد لما كان الأخ المحافظ عام يعني مكلف بعمل المحافظ، كان وكيل. نعم. واستمروا بهذا باستيراد النفط عبر هذا الميناء، ولكن التحالف فيما بعد وقف العمل واستيراد النفط في هذا الميناء. يعني الآن تؤكد أن لا يعمل هذا الميناء إطلاقا؟ أنا أؤكد الآن أن الميناء الآن لا يعمل، ولكن لنا مؤاخذة على هو أنه الآن يجري عمل اتفاقيات بالنسبة للميناء هذه، ونحن نطالب بأن تخضع هذه الاتفاقيات لمناقشة وإقرار المكتب التنفيذي والمجلس المحلي. نعم، يعني أنتم مستاءون من مجرد وجود العقد، يعني الآن تؤكد أنه لا يتم العمل بهذا العقد والميناء موقف تماما من قبل التحالف؟ لا، الميناء موقف. طيب إذا دعني أنتقل معك. نعم، دعني أنتقل معك إلى موضوع طالبتم أنتم في المجلس المحلي بإيقاف فرض مبالغ مالية، وهي 7 ريال التي تفرض على كل لتر من المشتقات النفطية على المواطن، وتحدثتم بكثير من النقاط كيف أنها يعني تزيد من معاناة المواطن، وأنها لا فائدة منها خاصة بعد أن يعني انتهت الأسباب التي أدت إلى فرضها فيما سبق. إلى أين وصلت جهودكم في هذا الأمر؟ طبعا نحن طالبنا لأن هذا المبلغ نرى بأنه هو فقط عبارة عن يعني عن جباية يتحملها المواطن ويتحملها على كاهله دون الاستفادة منها. نعم، أين تذهب هذه المبالغ؟ وهذه 7 ريال أقرت في وقت يعني كانت المكاتب التنفيذية بلا موازنات، وعلى أساس أنه شركة النفط تقوم بالحفاظ على السعر النفط. نعم. في المحافظة الآن أصبحت غير مجدية، ونريد نحن شفافية عن صرفياتها وحسب ما أنتم شفتم في المملكة. نعم، بعد أن أصبحت غير مجدية وأصبحت للمكاتب موازناتها الخاصة، ما زالت هذه 7 ريال مفروضة، فأين تذهب أستاذ عبد الرب؟ نحن قدمنا رسالة للأخ المحافظ، إلى الآن الأخ المحافظ لم يتجاوب معنا في ذلك. نعم، هناك من يقول أنها تذهب إلى حصيلة المحافظ شخصيا، يعني ما صحة ذلك؟ والله نحن نطالب بالشفافية، ونطالب حسب ما نصت عليه المذكرة أن فريق قانوني يبحث عن كيف صرفت هذه، وعن حسابات شركة النفط المودعة اللي ده صرف. نعم، ونطالب أن تكون كل الإيرادات تورد إلى البنك المركزي. جميل، نحن طبعا بدورنا حاولنا التواصل مع الأخ محافظ المحافظة، ولكن للأسف لم يتم الرد علينا، حاولنا أكثر مرارا وتكرارا لا إجابة. برأيك أستاذ عبد الربو، كيف يمكن إيقاف العبث الحاصل في شبوة وتثبيت حضور الدولة أكثر، خاصة يعني بعد أن حررت يعني معظم مناطق شبوة؟ يعني شبوة كانت تتهم بأن لديها منفذ يعني للتهريب المشتقات النفطية والأسلحة مباشرة إلى صنعاء إلى يد الحوثي، كيف يمكن أن يعني تستفيد شبوة من مواردها، أن يتوقف العبث بها وأن تغلق منافذ التهريب فيها؟ ونحن بالنسبة للتهريب هذا لها جهات تراقبه، ونحن ما عندنا دليل بذلك، لكن بالنسبة لنا نريد عمل مؤسسي، عمل يخدم المواطن، نريد مضاعف يعني تعزيز الإيرادات، وأن تورد هذه الإيرادات إلى البنك المركزي، وأن تكون هناك شفافية ورقابة ومحاسبة على كل هذه الإيرادات، وإلا تروح هتاوات ولا يستفيد منها المواطن الشبواني.
نعم، من يعني يفترض بأن يقوم بهذا العمل المؤسسي أستاذ عبد ربه؟ أنتم يعني تطالبون المحافظ بالشفافية في موضوع 7 ريال ولم يتم الاستجابة حتى الآن، يعني الرسالة موجهة منكم من تاريخ نهاية شهر 11/2017. نحن قدمناها ولازلنا نحن نتابعها ولنا إجراءاتنا بعدين في حالة الرفض من الأخ المحافظ. هذه خلافات إدارية نناقشها في إطار مؤسساتنا. نعم، هذه الإجراءات هل يمكن أن تصل يعني إلى الرئاسة، رئاسة الوزراء، إلى يعني الحديث إلى الإعلام بشفافية أكبر؟ وهي موزعة حسب ما لاحظت أنتم. نعم. موزع يعني موزع المذكرات هنا إلى الجهات العليا. نعم. يعني فيما لو استمرت مثل هذه الإجراءات أستاذ عبد ربه، يعني فرض 7 ريال، عدم توضيح إلى أين تذهب، ما هي الإجراءات التي ستقومون بها؟ نحن مجلس محلي منتخب يمثل الشعب. بالضبط. ومن حقنا أن ندافع عن مصالح هذا الشعب. إذا استمرت فنحن لنا القانون يعطينا الحق حتى في سحب الثقة من أي إدارة إدارة فاسدة أو إدارة لا تخدم المواطن هذا ومخالفة للقانون. نعم، إذن نتمنى لكم التوفيق في هذه النقطة، ونحن بدورنا سنتابع هذه المسألة وإلى أين ستصل. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد ربه هشلاء، أمين عام المجلس المحلي، كنت معنا عبر الهاتف من شبوة. عودة إليك أستاذ تركي، ما هو تعليقك على موضوع 7 ريال التي تفرض على المواطن وما يشاع بأنها تذهب إلى يعني يحصلها المحافظ شخصيا كما قيل؟ مسألة 7 ريال وضحها الأخ الأمين العام في المجلس المحلي، وهو رجل كفو لا أجامله، رجل منتخب ورجل دولة صحيح. 7 ريال أختي الكريمة ليس لها وضوح أبدا، وهي تذهب إلى جهة مجهولة ولا نتطرق إليها في هذا المجال. أما مسألة أختي الكريمة الفساد المنتشر في شبوة، فمن الفساد المنتشر بشكل كبير من شركة بالحة من المواني، شركة بالحة في التصدير إلى إدارة المحافظ، فساد إداري كبير جدا جدا. ووضح الأخ الأمين العام وقال نحن أعضاء مجلس محلي منتخبين ولابد علينا أن نوضح الطريقة الصحيحة للمواطن حتى يعرف أين الحق من الباطل إن شاء الله إن كنا. نعم، هل لديك أي معلومات حول تأجير يعني بئر علي، ميناء بئر علي، بأنه فعلا تم إيقاف هذا العقد الساري بين وكيل المحافظة القائم بأعمال المحافظة وبين شركة باخرخور؟ هو العقد صدر والآن الأمر موقف، لكن في هناك تهريب كبير جدا، والإمارات العربية المتحدة مشرفة الآن على شركة بالحاف ترعاها الشرعية بالرياض، وهي على اطلاع أن شركة بالحاف تصدر ويحمونها قوات من النخبة الشبوانية، ولا أحد يعلم بذلك، حتى الأخ الأمين العام ما يعلم ما يدور داخل شركة بالحاف وفي مواني بير علي من تهريب وغيرها. فأصبحت الأمور يعني مدربكة تماما، والوضع سيء للغاية، والتهريب مستمر ليلا نهارا، والقواطر تمر أمامنا في عزان لين عتق، الوان أنا أدري إلى وين ترجع، بيع وشراء ليليا، وجنودنا في النخبة البواسل هم أداة فقط عساكر يحمون شركة بالحاف، والداخل يعلم الله ما يدور داخل شركة بالحاف من تصدير وتهريب وغيرها، والباقي وللحديث بقية. نعم، إذن ينضم معنا أيضا أستاذ تركي، اسمح لنا بانضمام سالم صائل، ياسر عفوا الصايلي، المحلل السياسي من الرياض. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور أختي الكريم، أهلا بك. بداية يعني كيف تتابع يعني ما يقال عن صفقات الفساد والتهريب التي تتم في موانئ المحافظة خاصة من بلحاف؟ في البداية أحييك وأحيي قناة بلقيس وأحيي المشاهدين الكرام وضيوفك الكرام في من محافظة شبوة، الأمين العام والأخ تركي باشيبة. حقيقة في البداية اسمحي لي أن أعرق قليلا حول موضوع
كيف تدار محافظة شبوة؟ محافظة شبوة تدار بشكل عشوائي، بشكل غير منظم وغير مرتب. محافظة شبوة تدار بطريقة كأنها طريقة قبلية، أو كأنها يديرها محافظ المحافظة للأسف الشديد بطريقة الشيخ القبلي أو الزعيم القبلي. فشيء مؤسف أن تكون محافظة كمحافظة شبوة من أهم محافظات الجمهورية اليمنية التي ترفد ميزانية الدولة بمليارات الريالات، أن تدار بهذه الطريقة العشوائية التي أصبح اليوم المواطن الشبواني يعيش حالة من 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 سوء التقدير في كيف يفهم إدارة محافظة شبوة بهذه الطريقة. أصبح الشارع الشبواني اليوم يعيش وضع سيء من هذه الإدارة حقيقة. الوضع مزعج جدا جدا جدا. نحن بحاجة إلى أن نكون صريحين، وبحاجة أن نكون شفافين أكثر. نعم، هذه صراحة والشفافية أستاذ ياسر، اسمح لي. نعم اسمح لي، يعني يتم توقيع عقد بين يعني بين المحافظة وشركة باخرخور، وكان حينها الطرف الأول وهو وكيل المحافظة القائم بالأعمال. الآن يتم توقيف هذا العقد حسب ما يقال، حسب ما يعني ما قيل بأنه تم إيقافه من قبل التحالف، وما شاء الله الوكيل الأول عين وأصبح هو المحافظ. كيف يمكن أن تفسر لنا هذه النقطة؟ حقيقة بالنسبة لعقد الميناء في بير علي أو في سواحل محافظة شبوة، هو عقد عندما كان المحافظ وكيل محافظة شبوة قائم بأعمال المحافظة. اليوم أصبح محافظ المحافظة. العقد لابد أن تشرف عليه وزارة النقل، ولابد أن تشرف عليه الحكومة الشرعية. إنما عقود يتم إبرامها من السلطة التنفيذية في المحافظة، وهذه العقود سيادية لابد أن تشرف عليها الحكومة المركزية التي هي الحكومة الشرعية. أما اليوم لابد أن توقف كل العقود التي أبرمت. نعم، يعني الكارثة أستاذ ياسر يعني ليس فقط في إيقاف هذه العقود، ولكن يعني لا يتم محاسبة من يقوم بهذا الفساد وإنما ترقيته. يعني ثبت أنه تم إبرام مثل هذا العقد، عقد واضح يعني لا غبار عليه، تم إلغاؤه إن تم إلغاؤه فعلا، رغم أن هناك حديث بأن ما زال التهريب مستمر. يعني ربما تم إلغاؤه كتنزيل حمولات مشتقات نفطية، ولكن استخدم كمنفذ جديد للتهريب. يعين من قام بإبرام هذا العقد إلى محافظ، ما هو السر؟ يعني هل فعلا يعني كما يقال بأن السلطة يعني الحكومة تعي تماما ما يحدث من تهريب، هناك إشراف أيضا من قبل النخبة الشبوانية كما تحدث معنا السيد تركي باشيبة عن طريق الإمارات، هل فعلا هناك لعبة تدار خلف الستار على هذا المواطن؟ لا، نحن لا نتهم النخبة الشبوانية بأنها ضليعة في موضوع التهريب وما تهريب. النخبة الشبوانية هي قوة أمنية أتت لتحافظ على أمن سواحل. نعم، كيف تحافظ هذه النخبة الشبوانية على هذا الأمن وقاطرات التهريب جهارا نهارا تمر عبر النقاط الأمنية بكل سلاسة وبكل بساطة؟ ما هي المحافظة التي تقوم بها؟ يبقى السؤال أين دور الحكومة الشرعية؟ أين دور وزارة النقل الذي أصبح اليوم وزير النقل هو وزير من أبناء محافظة؟ نعم، أتفق معك أن السؤال يعني لابد أن يكون هكذا، ولكن أيضا السؤال من الأدنى إلى الأعلى، أين قوات الأمن؟ أين السلطة المحلية؟ أين المحافظة؟ أين الحكومة؟ أين الرئاسة؟ بهذا الشكل يعني لا نقفز على يا عزيزتي، سبق وقلنا بأن هناك فجوة بين القوة الأمنية النخبة الشبوانية في مناطق الساحل الشبواني والسلطة المحلية في محافظة شبوة، لا يوجد بينهم أي تنسيق ولا أي تواصل. المحافظ والأمن وقيادة المحور وقيادة العسكرية والسياسية كلها في المحافظة ليس بينها أي تواصل مع النخبة الشبوانية أو مع القيادات الأمنية في سواحل محافظة شبوة. نعم، محافظة شبوة أكثر من 220 كيلو،
في فموضوع التهريب مشتقات النفطية وما حولها، أيضا هناك تهريب البشر وهناك الاتجار بالبشر في على سواحل محافظة شبوة، وهذا أمر مؤسف وأمر مزعج لأبناء محافظة شبوة أن تصبح محافظة شبوة. نعم، عند هذه النقطة اسمح لي أستاذ ياسر، وهو وصول الأمر إلى فعلا المواطنين ويعني ضجيجهم مما يحدث من فساد، أناقشك في هذه النقطة أنت والأستاذ تركي باشيبة بعد الفاصل إن تكرمتم. مشاهدينا الكرام، ذهب لفاصل قصير ثم العودة إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم ضيفي العزيزين تركي باشيبة وياسر الصائلي. قبل أن أعود إليك أستاذ ياسر، دعني يعني أشرك معنا في حديثنا الأستاذ تركي. أستاذ تركي، يعني يتحدث الأستاذ ياسر أن فعلا موضوع الفساد الحاصل هو موضوع كبير وواضح، ولكن علينا ألا نتهم الطرف بعينه وألا نلقي المسؤولية مثلا على النخبة الشبوانية، وأن هناك فجوة كبيرة بين قوات النخبة الشبوانية وبين السلطة المحلية، ما هو تعليقك؟ عدي السؤال لو سمحتي شوي. نعم، يعني أحدثك عن النقطة التي طرحها الأستاذ ياسر بخصوص عدم إلقاء التهمة على طرف معين مثل النخبة الشبوانية، وأنت تحدثت أن يعني أنها تشرف على موضوع التهريب، تحدث أن هناك فجوة بين هذه القوات وبين السلطة المحلية، وهو ما يؤدي إلى فساد كبير وإلى ضياع المصلحة بشكل واضح. أقول للأخ ياسر والأخوة المشاهدين، من هو يشرف على شركة بالحاف ومصافي بالحاف، ومن يشرف على الميناء وعلى السواحل في محافظة شبوة؟ أليست النخبة الشبوانية؟ أليست القيادات في النخبة الشبوانية على علم يقين وغيرها من القيادات بأن شركة بالحاف تدار من 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 الخارج؟ هذا السؤال مطروح للأخوة في قيادة النخبة والأخوة في قيادة المحور الذين يدعون بأنهم أمن لشركة بالحاف. تدار هناك فساد إداري كبير أختي الكريمة، نحن في مديرية ميفعة والروضة وحبان ورضوم استبشرنا خير بقدوم هذه الشركة، وقلنا لعلها أنها تكون فارجة خير وأمل خير لشبابنا في المحافظة ولأبنائنا من البطالة، ولكن العكس، أصبح العكس في هذا الأمر. يعني أصبحنا اليوم ميناء لتهريب الآثار وتهريب النفط وتهريب الغاز وتهريب الحبوب والمخدرات والحشيش وغيرها، وعلى اطلاع كل القيادات الأمنية وعلى اطلاع السلطة المحلية بهذا الأمر. نعم، ونحن نشاهد يوميا القواطر ليلا نهارا جهارا بسلاسة تمر أمام النقاط الأمنية. لذلك أختي الكريمة نقول إن شركة بالحاف قد تدار من جهات أجنبية وخارجية، والأخوة في القيادات الأمنية هم على علم وعلى اطلاع يقين بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي بسط عليها البسط الكامل. أيضا أصبحت شركة بالحاف مقر للسجون، كل من اعتقل في مديرية ميفعة أو حبان أو شيء وأتوا به إلى شركة بالحاف ومن ثم إلى الريان، أصبحت سجون، أصبحت محلات تهريب. هذا اللي تبشر به المواطن الميفعي واستبشر به خير. على أي أساس يعني أستاذ تركي، يعني هل لديك تأكيدات في مسألة تحويل الشركة إلى مقرات سجون؟ هل يعني ما هي الـ يعني الأسس التي بنيت عليها مثل هذا الاتهام؟ كل من اعتقل وظل معتقل يومين أو أربعة أيام يتم إيداعه في شركة بالحاف، هناك في سجن يدار فيه ويتم التحقيق معه، من هم من يفرج عليهم ويمشون في الخط إلى عين بامع بدوها يمشي. نعم يمشي.
والباقيه يكسرون على اهلهم يقولوا لهم تعالوا ابنائكم موجودين اخذ تعالوا استلموا وسووا تعهد. اصبحت شركه بالحاف اليوم هي سجون، اصبحت شركه بالحاف اليوم هي لتهريب المستجدات النفطيه، والفساد يدار من داخل شركه بالحاف بحضور وعلم قياده السلطه المحليه في المحافظه والقيادات الامنيه على علم بذلك. نعم، اسمح لي إذن أن أنقل هذه النقطة بالتأكيد. اسمعنا الأستاذ ياسر. أستاذ ياسر، كيف تجيب على أسئلة الأستاذ تركي وهي ربما ليست أسئلته فقط، يعني أسئلة العديد من المواطنين، أسئلة من يتابعون الوضع، يعني من الذي يشرف على شركة بلحاف؟ من الذي يعني مسؤول عن أمن السواحل وأمن الميناء؟ هل فعلا تحولت الشركة إلى يعني سجون لمن يعارض أهداف أو خطط أو يعني مواقف النخبة الشبوانية؟ ما هو تفسيرك لما يحدث؟ أنا حقيقة لم أسمع كلام الأخ التركي، لكن فهمت من سؤالك ومن توضيحك ما كان يقصده. بالنسبة لشركة بلحاف التي هي الميناء المنشأة الغازية التي في بلحاف، هي أصبحت اليوم سكنة عسكرية أو مقر قيادة قوات التحالف العربي التي يديرها الأخوة الإماراتيون في محافظة شبوة، يديرون العمليات العسكرية في محافظة شبوة في حربهم على في الحرب الشرعية والتحالف العربي على الإرهاب من المنشأة نفسها. فاليوم لكي يكون المشاهد وتكون على اطلاع أكثر، الشركة متوقفة، لا ليس فيها عمل وليس فيها تصدير وليس فيها عمل 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 غاز. لماذا تتوقف شركة إيرادية مثل هذه الشركة أستاذ ياسر؟ لأن ضخ الغاز من مأرب متوقف في هذه الفترة، منذ قيام عاصفة الحزم إلى اليوم لم تشتغل الشركات ولم تصدر عبر، فهي أصبحت كمقر عسكري لقوات الأخوة الإماراتيين في محافظة شبوة، يديرون منها عملياتهم العسكرية وتكون وأصبحت مقر لقيادة. نعم، الآن ما هو تبريركم لعدم تشغيل هذا الميناء؟ شركة نعم، إرادية. نعم، قد تدر الكثير. نعم 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 نعم، الشركة أولا شركة بلحاف ليست شركة شبوانية، شركة بلحاف شركة يمنية تديرها الدولة اليمنية الحكومة الشرعية، قرارها قرار سياسي رسمي يأتي من هرم السلطة الشرعية، هي لا يستطيع محافظ المحافظة ولا تستطيع السلطة المحلية تشغيلها. أولا الأنبوب الذي يأتي إليها يأتي من محافظة مأرب، هو أنبوب غاز يصدر من مأرب إلى ميناء بلحاف. ميناء منشأة بلحاف هي منشأة غازية فقط لتصدير الغاز فقط، ليس فيها إنتاج. فمتى ما وجد القرار السياسي في تصدير الغاز لمحافظة مأرب عبر الأنبوب الذي يمتد 260 كيلو من حقول صافر إلى منشأة بلحاف، وقتها لابد أن تشتغل المنشأة، لأن أما تشتغل المنشأة بدون غاز نعم، اتضحت لي فكرتك. بس أستاذ ياسر، يعني ما هو تفسيرك لما يحصل؟ يعني سلطة محلية ومطلعة تماما على الفساد وشريكة أيضا فيه بحكم العقود التي موجودة بين يدينا، يعني تعطيل لشركة مهمة مثل شركة بلحاف من قبل السلطات في مأرب مثلا كما تفضلت. يعني لا يا أختي الكريمة، أولا نحن نتحدث عن فساد السلطة المحلية في محافظة شبوة في شركة بلحاف. الفساد موجود في عتق، نحن نتحدث عن فساد السلطة المحلية في المحافظة في عاصمة المحافظة. لا 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 لا, لا نتعامل بمنظورين. السلطة المحلية في محافظة شبوة ليس لها علاقة بشركة بلحاف لا من قريب ولا من بعيد، وليس لأهل مأرب أو للسلطات في محافظة مأرب علاقة بالشركة بلحاف لا من قريب ولا من بعيد. إذا كان هناك قرار سياسي وتأمين لخط الأنبوب من مأرب. نعم نعم، وأنا فهمت فكرتك تماما، يعني أنا لا ألقي باللوم على أحد في مسألة، يعني لا ألقي اللوم على سلطة مأرب مثلا، أنا ألقي اللوم على هذا القرار السياسي الذي لم يأتي. يعني سلطة سياسية لديها مواردها التي يمكن أن تفعلها، ما الداعي لتأخيرها أو تعطيلها حتى الآن من وجهة نظرك؟ يعني أنا لا أريد أن ألقي اللوم على طرف أو آخر. وجهة نظري الشخصية بأن السلطات الشرعية الحكومة الشرعية
إلى الآن لم تتخذ قرار التصدير من محافظة مارب أو من محافظة شبوة أو من حقول محافظة شبوة في العقلة أو في النشيمة أو في أو في أو في جنة أو في لسبب عدم تأمين خطوط النقل، خطوط نقل النفط سواء عبر نعم هذه خطوط النقل أستاذ ياسر، يعني هل أوضحت لي كيف تستطيع أن تؤمن لقاطرات تذهب ليلا ونهارا إلى صنعاء محملة بالنفط بإشراف كل النقاط التابعة للسلطة الشرعية والتابعة للحوثيين وتصل بسلام إلى صنعاء، لا يستطاع تأمين الخط أو السير الطبيعي للأنابيب التي يمكن أن تكون يعني حكومية وشرعية تماما؟ هذا السؤال يوجه للحكومة الشرعية، لماذا إلى اليوم القواطع هذه تسير بطريقة غير شرعية. نحن في محافظة شبوة، بحاجة إلى قرار رسمي ترعاه الحكومة الشرعية باعتماد ميناء بئر علي، ميناء رسمي لتوريد المشتقات النفطية، ويكون بعقود رسمية تشرف عليها الحكومة الشرعية، تستفيد منها المحافظة، تستفيد منها المحافظات المجاورة، تستفيد منها حتى كل الجمهورية اليمنية، ويكون الإيرادات لمحافظة شبوة بدلا من ان تكون هذه تدخل الى البلد بطريقه غير رسميه او بطريقه غير شرعيه يتولاها ارباب الفساد وهوامير السرقه الذين يعيشون في محافظه شبوه الفساد عبر التهريب سواء تهريب المحروقات والنفط، وهذا اقلها وهذا اقلها ضررا. هناك اشياء اخرى يتم تهريبها، هناك تهريب البشر، هناك تهريب المخدرات، هناك لتهريبها الى دول الجوار ودول الخليج عبر محافظه شبوه. نعم. طيب استاذ ياسر، يعني ربما الناس ياملوا خيرا بعد تحرير المحافظه تماما، هناك رقابه مجتمعيه واضحه، ضجيج يعني وصل لنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي من شباب يعني ينزعجون من مرور القاطرات أمامهم مؤمنة بتهريب واضح إلى سلطات الحوثي، ونحن كإعلام حر يعني نضع هذا الأمر أمام السلطة الشرعية أمام الناس، ندافع عن قضاياهم، يعني لما لا تشكل رقابة مجتمعية من قبل الناس، من قبل الذين هم بالخارج الذين يمكن أن يكون لهم صوت عالي ليتم سماعه وإيقاف العبث يعني بالمحافظة ومواردها لتشكيل ضغط حقيقي على الحكومة للتصرف؟ أنا حقيقة في محافظة شبوة نعاني معاناة شديدة مع سلطتنا المحلية حقيقة، منذ 3 سنوات ومنذ خروج الحوثي من عاصمة المحافظة تم اعتماد 7 ريال هذه التي هي أصبحت يعني مصدر قلق للمواطن الشبواني ويدفعها رغم أنفه، أصبحت هذه 7 ريال تسبب له أرق. نحن عبر قناتكم ننقل إلى السلطات العليا، إلى القيادة السياسية، إلى الحكومة الشرعية بأن ينقذ محافظة شبوة من هذا الإجراء العبثي. نعم. 7 ريال تورد إلى 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 خزينة من؟ هذا سؤال كبير لابد له من إجابة. السبعة ريال هذه أين تصرف؟ أين تودع؟ 7 ريال إلى اليوم لم يدخل منها ريال، وهي بعشرات بل مئات الملايين من الريالات. صحيح. أين تذهب هذه؟ أين تذهب؟ يعني بحسبة بسيطة هكذا تضح أنه 500,000 ريال تقريبا يوميا تورد من خلال 7 ريال هذه. نعم. يبقى السؤال أين تورد هذه المبالغ؟ هل تورد إلى البنك المركزي وإلى خزينة الدولة؟ نعم لا تورد بدليل رسالة أمين عام المجلس المحلي الذي تحدث عنها. لدي ملاحظة بسيطة، المبالغ هذه التي تورد ماذا استفادت منها محافظة شبوة؟ صحيح. على المستوى البسيط ماذا استفادت منها بيحان المحررة في تطبيع الأوضاع مؤخرا؟ هل دفع من هذه المبالغ لمستشفيات بيحان التي تعاني يعني أصبح المسؤولين عليها يتسولون أهل الخير والإحسان؟ هذه المئات الملايين التي وردت إلى حسابات شخصية خلال 3 سنوات ماذا استفادت منها المحافظة؟ اليوم أطباء محافظة شبوة ملائكة الرحمة يعتصمون أمام منزل محافظة شبوة يطالبون برواتبهم. الأسبوع الماضي أو الذي قبله وحدة علاج أورام السرطان
أقفلت أبوابها أمام مرتاديها وأمام المرضى الذين يعانون معاناة شديدة. محافظة المحافظة يقول أنا لا تطلبون مني شيء، أنا لا أستطيع أن أقدم ريال واحد. هذه مبالغ مئات الملايين لم يستطيعوا من دفع رواتب أطباء وحدة علاج الأورام. نعم لدينا هذه الرسالة التي يعني نحن نرفع هذه المعاناة إلى السلطات السياسية وإلى الحكومة الشرعية بأن ينقذوا محافظة شبوة. نعم إذن نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر الصائلي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ تركي. أستاذ تركي، يعني تحدث الأستاذ ياسر بكثير من النقاط، وربما أكرر سؤالي لك، يعني لما لا يتم يعني استخدام هذا الغضب من الناس حيال السبع ريال، حيال التهريب الحاصل أمام أعينهم؟ كثير من شباب محافظة شبوة تحدثوا في صفحاتهم، نزلوا صور للسفن الراسية في الميناء، لما لا يتم يعني التعاون معهم وتشكيل ورقة ضغط حقيقية على الحكومة الشرعية لإيقاف العبث الحاصل في محافظة شبوة؟ أصبحت السبعة ريال أختي الكريمة عبء كبير وحديث الشارع الشبواني اليوم، وأيضا الوثيقة المبرمة من السلطة المحلية في المحافظة بين السلطة المحلية ومواطن أصبحت حديث الشارع الشبواني، وهناك فساد كبير جدا. ومسألة السبعة ريال هي مسألة كبيرة اليوم، ودخلت الشارع الشبواني في صراع، وستدخل في دوامة السلطة المحلية مع الشارع الشبواني إذا لم توضح أين تسير المبالغ المرصودة من السبعة ريال. أيضا مسألة الفساد الإداري نخر في شبوة كثير جدا، فأنا عضو مجلس محلي في مديرية ميفعة لم أحصل إلا على استمارة واحدة من شركة بالحب بالتوظيف، ولكن فشلت تماما. أعضاء مجالس محلية، هذا أنا أمام الجميع أقول، أعضاء مجالس محلية لم نحصل على واحد من الموظفين في مدينة الحوطة أقوم بتوظيفه في شركة بالحاف، لم نرى من شركة بالحاف أو من السلطة المحلية أو من التنمية في شركة بالحاف مدرسة داخل حوطة الفقية علي أو داخل مديرية ميبعة التمسها أنا بنفسي، لم نرى. هناك فساد منتشر من قبل فترة. نعم لكن أستاذ تركي يعني لم تجيبني على سؤال، يعني كيف يمكن الاستفادة من هذا الغضب الشعبي، من يعني احتجاج الناس، من حديثهم عن هذا الفساد، يعني سواء السبع ريال التي يدفعونها وهم على علم أنها تذهب يعني إلى جيوب الذين المستفيدين يعني من هذه المبالغ، الحديث عن هذه الاتفاقات المبرمة، كثير من نقاط الفساد يعني يتم الحديث عنها، لما لا يتم الاستفادة من هذا الغضب وتحويله إلى يعني ورقة ضغط على المحافظ، على السلطة الحكومية، على الجميع، يعني حتى يتم تلافي هذا الأمر؟ يعني الرجل يوقع عقد مع شركة وهو وكيل، ثم يتم إيقاف هذا العقد ويتحول إلى محافظ، يعني كأنه كوفئ. الأمر ليس ببسيط أختي الكريمة، وهو الآن في 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 مكاتب السلطة المحلية في المحافظة، والأخ أمين عام المجلس أوضح للجميع وللمشاهدين أن الموضوع الآن يدار ويدرس، ولذلك نطالب شرعيتنا في الرياض ممثلة بفخامة الأخ عبد الرب منصور هادي بالنظر في الموضوع، يعني النظر في الموضوع وتفادي غضب الشارع الشبواني من ما يحصل من تصرفات السلطة المحلية في المحافظة من إبرام العقد ومسألة السبعة ريال، وأين تذهب وأين تودع، رغم أنها لم تودع في البنك المركزي ولكن في حسابات أخرى. نعم إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ تركي باشي بعضو المجلس المحلي بشوة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.